بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السكريات العديدة، وهي عديدة التسكر، وهي عبارة عن السكريات العديدة من الاتحاد جزيئيات عديدة من السكريات الأحادية، حيث يتم فقد عدد من جزيئات الماء وقانونها الكيميائي CH10O5N. والآن تكلمنا عنها في الدروس السابقة، هي عبارة عن عدد ذرات الكربون. وأهميات السكريات العديدة هي أنها تعتبر أحد أهم مصادر الطاقة المناسبة للإنسان، كما أن الزيادة منها يمكن تخزينها في الجسم في صورة الجليكوجين. وطبعا الجليكوجين هو عبارة عن نشا حيواني مخزن في الكبد والعضلات، حيث يتم تحويله وقت الحاجة لسكر الجلوكوز. وأتمنى أنكم فهمتم في هذا الدرس عن السكريات العديدة عديدة التسكر. راح ننتقل إلى درس آخر إن شاء الله، وهذا تعريف أو لمحة بسيطة جدا عن السكريات العديدة، وإن شاء الله في الدروس القادمة راح نتكلم ونتعمق في هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.